تعرفي من يلي طالعك من القبر؟ تخيلي. أنا مديونة لإلي بكل نفس رح تتنفسي. إليف، وين بنتي؟ عم بتقاوم مشان ما تفطس. لا رنا، شفتي بعيونك شو ممكن ساوي؟ إذا ناوية تبقي عم تتصرفي بهي الطريقة ما عندي مشكلة، بس الأمهات بيفكروا بمستقبل أولادهم، لهيك بنصحك تضلي ساكتة وما يطلع حسك. لا تخافي، رح تطيبي، وأكيد رح نروح من هون على مكان ما حدا بيعرفنا فيه، بس أنا وإنتي لحالنا. يلا إليف، بترجاكي فتحي عيونك. تعا تعا، خير؟ شوفي أبي، ما وقعت على شي مو هيك؟ وقع على شو؟ توقيع التأمين. ليش مالك عم تفهم؟ عملت الإجراءات؟ إذا الورقة وصلت على المركز بتروح فيها. يعني أنت هي هي مشكلتك؟ مو شايف حالة مرتي شوا؟ لا تتخانقوا، نحن طلاب والإدارة مجبورة فينا. أنت خرسي عمو، ليش هيك عم طيط عليها؟ وأنت اسكت، حاجة تحشر انفك كل شغلة. نلعو، خدن روحوا. انت روح، روح لعند سيدك واطلب رضاه. انت مستخدم، انت مستخدم عند الضابط قدرت، عم يخليك تنفذ اوامره الوسخة. انا خجلان لانك ابي. أنا اللي لقيت هالوسخة وطلعتها من القبر، يا ريت ما طلعتها وتركتها تموت، وأنا كتير ندمان. روح من هون. خد هدول، هدول ذهبات إليف. شو ها؟ يعني متزوجة ببلاش؟ ايه، ما عطاها غير هدول. ايه، متوقع هذا الشي. انا كنت بعيد عنها وطبيعي يصير فيها هيك شي، بس هيك لا تشغلي بالك. لك انا وحياتك لانتقم منهم، ورح دفعهم ضعف هالشي، رح خليهم ينفذوا اوامري، ورح خليهم يعطوني بوزني ذهب. بابا، برأيي حاج تبلي حالك، شوف وشك كيف مورم وعيونك منفخين. لك انت شو دخلك بوشي وعيوني؟ ها، استغفر الله، كل ما سكتنا بيتقهوا علينا. ضابط ما سأل علي، بورجي لهذا عزيز، بس اخذ مرته، اكيد الله رح يهدي. طيب شو رح تعمل وانت هون؟ فكرة اني على الفاضي قلت لك جيبي لي الذهب؟ عنا جوا في معلم، ورجاله هلا بيكونوا عم يستنوا قدام المشفى، وبيقدروا ياخذوا إليف بلمح البصر. وهداك اللي اسمه نزار، إذا ما ركع تحت رجلي ما رح أعطيهم إليف. Thank you.
نزار، نزار، تخانقت انت وعزيز شي؟ طول عمري بتخانق انا وياه، بس هالمرة غير. ابني عزيز هلأ صار عدوي. شو الحكي اللي عم تحكي انت؟ شو قصدك تقول؟ جلنار ما رح تفهمي، اركبي بالسيارة. هلأ خلاص بدي افهم كل شي هلأ نزار. طيب رح فهمك، بدي بلغ عن عزيز، ومثل ما بيحاسبوا يلي بيخونوا الوطن رح خليهم يحاسبوه. بدي اخلص من هالبهدلة وانا كتير ندمان. اطلعي بالسيارة، يلا يلا اطلعي بالسيارة يلا. رنا كراي، بفضل عناصر الجيش التركي ليلة مبارحة قدرنا أنه نخلصها وننقذها من الموت. كمشتو يلي عمل هالعملة؟ ايه كمشنا الإرهابي الخطير، بس للأسف كان ميت. طيب وبقية الإرهابيين؟ جماعة الأمن عم يقوموا بواجبهم وبتشكرهم كتير. ودوري أنا بهذا الموضوع كان حساس كتير لأن أختي، ومشان هيك بدي وجه رسالة هلأ وخصوصي لكل الأمهات. بترجاكم افتحوا عيونكم منيح ولا تخلوا هالخاينين يلعبوا بعقول أولادكم، وإذا حسيتوا أي شيء غريب لازم تخبروا فوراً. طيب وبهي الحالة مين لازم يخبروا؟ بالحقيقة عن قريب كتير رح يتشكل فريق استخبارات جديد بدعم من الأمن التركي والجيش، مختص بملاحقة الإرهابيين طبعاً بمساعدة الشعب، وبأقرب وقت رح نتخلص من هالخلايا الإرهابية. عمل عروض وتمثيليات قد ما بدك، أنا رح أخذ بنتي وروح وما عاد تشوفوا الشبنون. كلياتنا منعرف الإدارة القديمة شو عملت بخصوص استقرار الجامعة ومستقبل الطلاب، مشان هيك كان لازم نتدخل بسرعة. لهيك تصرفنا بالإجراءات الجديدة، وحسب ما بعرف أهدافنا كلياتنا هي نفسها، وما بدنا يكون في أي حدا من الرجعيين بهي الجامعة. مو هيك سيد جلال؟ مالي بهي العنصرية ابنو، وبالنسبة إلي ما في فرق بين المحجبة ويلي مو محجبة. بس الأحسن يكون في عندك فرق، لأنه حطينا خط جديد، خط الاستخبارات. يعني إذا حدا من الشعب شك بأي شيء بخصوص الإرهابيين بيقدر يتصل بهالرقم. كيف يعني؟ كل واحد رح يشتكي على التاني؟ القرايب ورفيق والجار؟ وحتى إذا كان زميل بالشغل. يعني كل واحد من اليوم لازم ينتبه أكثر، يكون أحسن له. تفضل أغا. بنتي الصغيرة جابتهم. هن ما بيكفوا، بس أنا شفقان عليك، بدبرها فيهم. منرضي الشباب بهالكم قطعة. الله يخلي لنا ياك يا أغا. خلص خلص. رح تاخدوا البنت شي؟ رجالي هلأ ناطرين هنيك، رح أبعت حدا يخبرن. 3 أيام، وبعد هالفترة رح يرموا البنت بشي مكان. 3 أيام بيكفوني وزيادة أغا. روح الله يخلي لنا ياك، بس اخطف البنت واترك الباقي علي. آغا، أوامرك على راسنا. رح نخطفها فورا. نزار لا تعمل هيك، انت بهالطريقة رح تدمر حياة ابننا. خلي يتدمر وينحرق، كل يوم عم موت 100 موتة بكفي. بس رح تندم بعدين، ما في حل تاني لهالمشكلة؟ ليش انا لقيت شي حل تاني وما نفذته يعني؟
بس ابنك راكب راسه، بدي غرقه بايدي واخلص من هالعار.